نروح لمنتخبنا المنتخب المصري اللي خلال يمكن ساعة من دلوقتي إن شاء الله هيقابل المنتخب الكاميرون. خلينا نتكلم على الأجواء اللي بتحيط بعثتنا، بعثة منتخبنا في الكاميرون من بعد الفوز على المغرب، وبدأت حالة من الحرب الإعلامية بشكل كبير جدا جدا. بداية من أول ما كسبنا المغرب، بعديها بيوم فوجئنا إن اللجنة المنظمة بتقول لا، ده هيكون في تحقيقات في يمكن الشد والجذب اللي حصل في مباراة المغرب ما بين مصر والمغرب، وكان كل التخوف إن ممكن جدا يكون في عنصر أو عنصرين من الفريق عندهم طبعا إيقافات، فده كان حرب نفسية. على الجزء الآخر صامويل إيتو طبعا رئيس الاتحاد الكاميروني بتصريح يعني أنا مستغربه شوية عن لعيب دولي بحجم صامويل إيتو، قال إن مباراة المنتخب المصري أمام الكاميرون هي حرب. يعني لينا نتكلم، هي اللفظ طبعا كان قاسي شوية، ولكن هي خلي بالكم دي كلها يعني حاجات بتتقال قبل المباريات، حرب إعلامية بشكل أو بآخر. كمان على مستوى تقييم بعض اللعيبة لأفضل لاعب في العالم على مستوى العالم صلاح، بعض لعيبة الكاميرون هنجيلكم في الأخبار إنه بينتقد صلاح، كل دي حرب من خلال الإقامة، من خلال الأوتيل، من خلال حكم المباراة. يمكن الاتحاد المصري قدم شكوى أو قدم التماس لي طبعا الاتحاد الأفريقي للحكم، حكم المباراة اللي عليه علامات استفهام كبيرة جدا. كل دي خلي بالكم أجواء بتثار حول المنتخب، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي إن شاء الله بإذن الله الفوز للمنتخب المصري في حالات. الحالة الأولى إن تستمر الروح المعنوية العالية، تستمر الروح القتالية العالية اللي شفناها في مباراة ساحل العاج ومباراة المغرب، ده شيء مهم جدا. الجزء الآخر إن احنا نبعد تماما عن التحكيم، إن دايما اللعيب ممكن جدا يخرج عن تركيزه لو الحكم هو اللي خرجه عن تركيزه. عايزين خلينا مركزين في الملعب أيا كان قرارات الحكم، لازم يكون عندنا كابتن الفريق، عندنا قيادة قوية جدا في الملعب بقيادة محمد صلاح، في عندنا عمرو السولية، عندنا خلي دول اللي ممكن لو في حاجة هم اللي يروحوا يتكلموا مع الحكم. لكن الهيصة الكبيرة والشكوى الكبيرة من اللاعبين ممكن تخرج اللاعبين عن تركيزهم، ده مهم جدا جدا. الجزء الآخر ان احنا كمان يكون عندنا اتزان، لان احنا خارجين من ماراثون، اتزان ما بين الحالة البدنية والحالة الفنية. احنا مرينا بماراثون طويل جدا، احنا لعبنا 120 دقيقه امام منتخب ساحل العاج، المباراه اللي بعديها لعبنا 120 دقيقه امام المنتخب المغربي. فاعتقادي الشخصي كمان ان المنتخب الكاميروني لغايه دلوقتي ما قابلش مباراه صعبه، يعني على مستوى ما بين قوسين الفرق القويه ان المنتخب الكاميروني كان طريقه سالك لغايه نص النهائي، وكثيرين من الناس ومن النقاد بيقولوا ان هذه هي التجربه الحقيقيه للمنتخب الكاميروني امام أقوى المنتخبات المتواجدة حاليا وهو المنتخب المصري. فخلينا إن شاء الله الفوز بإذن الله إن احنا نفصل نفسنا تماما عن الحكم، نركز في ماتشنا، إن احنا كمان مستر كروش والجهاز الفني يكون عامل التوازن ما بين طبعا الحالة البدنية لفرقتنا والحالة البدنية للمنتخب الكاميروني، إن احنا أكيد مش هيبقى عندنا ضغط عالي طول المباراة، أكيد احنا من خلال المباريات اللي فاتت اتعودنا ان احنا بنعمل زون منطقه، بندافع بشكل كويس، وعندنا الكاونتر اتاك عن طريق مرموش، عن طريق صلاح، عن طريق كمان يطلع معاهم طبعا لو كان النني او عمرو السوليه، وطبعا ابو الفتوح وعمر كمال، فعندنا ان شاء الله الاسلحه. لكن اهم سلاح ان شاء الله هو سلاح الهدوء والهدوء التام. احنا المباراه ممكن تعدي لغايه 120 دقيقه والمنتخب الكاميروني هو اللي تحت الضغط، المنتخب الكاميروني بالاجواء اللي حواليه بالجماهير هتلاقي هيفتح خطوطه بشكل او باخر، هيكون عنده اندفاع هجومي بشكل كبير جدا. احنا ازاي نصد هذا التقدم والاندفاع في الهجوم ونستغل الكاونتر اتاك وكل ما الوقت يمر في صالحنا، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا اللي ان شاء الله باذن الله يشرفنا ويوصل للمباراه النهائيه. زي ما حضراتكم عارفين طبعا المباراه النهائيه ان شاء الله يكون مصر طرف فيها امام المنتخب السنغالي، منتخب السنغال كمان قدم مباراه على المستوى الفني، مباراه رائعه جدا امام منتخب بوركينا فاسو وفاز 3-1. لكن ان شاء الله زي ما بقول منتخبنا النهارده عندنا الثقة، عندنا الروح القتالية، عندنا الإصرار، عندنا العزيمة، عندنا الخبرة، والخبرة دي مهمة جدا.
لان في بعض اللاعبين يعني اول مره يشاركوا في البطوله الافريقيه لكن ظهروا بمستوى اكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا، الهدوء الحذر استغلال الفرص باذن الله ان شاء الله يكون الفوز للمنتخب المصري.